اهلا وسهلا، مرحبا بكم من اي بلد. كنشكركم وكنشكر التفاعل ديالكم. دائما الناس عندهم هذه الرغبه، كاين واحد المنطقه من جميله وكتعرف النقص ديال اليد العامله والطلبه ولا مستثمرون ولا الناس اللي كتبحث على فرص شغل. هذه المناطق كنظن كتعرفوها، هي مناطق الريفيه، لي ريجيون رورال، باش الناس تفهم شويه. راه عندهم واحد البرامج ديال الهجره خاصه بهم. لو لقيتي عقد عمل ولا حطيتي البروفيل ديالك، سيبوزون هذيك المناطق الريفيه، ملي كنقولوا مناطق الريفيه راه الدوبل ديال المساحه ديال المغرب كمثال ولا ديال فرنسا. هذه هي المناطق الريفيه في كندا، باش تعرفوا الحجم. راه ماشي تسمعوا منطقه ريفيه كتسحبوها مدينه، راه تقريبا الثلث ديال كندا هي هذه المناطق الريفيه، لي ريجيون غيغال. عندهم برامج هجره خاصه بهم. سيبوزون فرضا حطيتي البروفيل ديالك، وشي كيفاش غادي نقولوا منطقه عجبها البروفيل ديالك، كيفاش عجبها؟ ماشي حد انت فيك مميزات، ولكن حد فيك كيفاش نقولوا مؤهلات مهنيه ولا المهنه ديالك مطلوبه في ديك المنطقه، ولا اللغه متمكن منها، ولا فكشي مؤهلات اللي كتطلبها ديك المنطقه. كتعطيك الا تخدابي، كتعطيك رساله دعم. فواحد كاين في نفس المنطقه، سيبوزون ابليكيسي حطيتي البروفيل ديالك، شافك شي مشغل ولا انت كومينيكيتي دخلتي معاه ولا تسجلتي، واش راه كنعملو حنا سجلناك حيت كنشوفو البروفيل ديالك، وعارفين المناطق اللي كتقلب على نوع البروفيل ديالك انت. هادي ليكسبيرتيز واختصاص ديالنا. سيبوزون عملتيها لراسك وكنتمنى تعملوها لراسكم، دائما الانسياتيف، وشافك شي مشغل بون بغاك، يعني شافك المواصفات اللي بغا، كيعطيك اون بروميس دومبوش ولا وعد بالعمل. سميو بروميس دومبوش، وعد بالعمل انه غادي يشغلك. هذيك لا بروميس بها باش كتبني الاجراءات ديالك باش تاخذ رساله دعم من هذيك المنطقه الريفيه. كنظن انا عطيتكم جوج الاتجاهات كبار. الطلبه نفس الشيء، الطلبه كاين معاهد وتكوين باثمنه مقارنه مع باقي كندا رخيصه جدا وسهله ونسبه القبول كبيره. ما تسمعش هكا وتقول بون غدا غادي نمشي، نو، دائما الشروط خصها تكون فيك باش نتفاهموا، خصها تكون فيك. ولكن انا ملي كنقول لك نسبه القبول كبيره، وي وثمن التكاليف دراسه مقارنه مع كيوصل 7000 6000 دولار للتكوين مثلا، كاينين بزاف. أتقول لي علاش؟ علاش؟ لأن المناطق خالية من السكان. ملي تسمعوش خالية صحابوها راه بحال داكشي ديال الأفلام، صحراء قاحلة ولا لالاسكا، وحتى لالاسكا راه عامرة. ملي كنقولو خالية يعني بمعدل، راه ماشي كازا، ماشي باري، ماشي ألجي، ماشي القاهرة، يعني بحال كتقول فيها السكان قلال بزاف والمنطقة شاسعة، هي هادي قليلة. يعني ناقصة اليد العاملة، المعاهد خصهم يخدمو، الجامعات خصهم يخدموا، لان خصها تحرك. سينو راه كيضطروا، وقعت في كيباك انهم غلقوا مدرسه لان فيها 6 الناس. تصوروها الناس اللي عايشين في كندا ومتبعين هذه الامور غادي يعرفوها. واحد المنطقه في الشمال ديال كيباك مدرسه حكوميه تغلقات. علاش؟ كاينين 6 الاطفال، 6 تلاميذ بريمير ابتدائي. تصوروها، حيت مايمكنش ما غاديش يجيبوا اساسي داكشي ويعملوها في نفس الوقت. هاد الشيء كله خصنا نفصلوا فيه، وكاينين اجراءات كبيره وداكشي. المهم هو انك انت ولا انت اللي عندكم هاد الرغبه تسجلوا في هاد ديستيناسيون في كندا الخاصه بهاد المنطقه الريفيه. تسجيل بروفيل ديالك غادي نقولوا امبرسيونون ولا طلع ولا فيك المواصفات، راه دائما كاين واحد الامكانيه انه المشغل يتصل بك قبل ما توصل لهذيك سميتو الملتقى التشغيل ديال ديستيناسيون كندا. هذا راه الغوفرنمون كندي هي اللي منظمه، ومني كتنظم هاد الملتقيات دائما كنقولها راه ماشي باش كيديروا الدعايه للسياحه،
باش يجيبوا الناس يدخلوا لهذه المناطق. كيفاش غادي تسجلوا؟ غادي نخلي لكم تحت الرابط مجانيا، راه دائما غادي نخلي تحت الرابط لو بروميير اريفي بروميير سيرفي، لان راه فيه في اماكن محدوده دائما. وقلبوا الايميل ديالكم باش كتكونفيرمي، كيعطيكم لا دات كنظن راه سي لو 18 جويي مع 5 بتوقيت بروكسل باري، يعني توقيت ديال المغرب الجزائر اظن والدول الاخرى زيدوا ساعه، 5 د العشيه كنظن 17. تحت الرابط تحت العنوان الناس اللي كيسالوا على التكوين ولا التسجيل ولا فين تحط البروفيل ديالك، واش من امبلويور واش من مشغل، الناس اللي كيشوف في راسو عنده مواصفات ديال لونتري اكسبريس ولا اريما، كيشوف راسو وعنده لي كومبيتونس، هذا اختصاصنا، مرحبا بكم، خذوا موعد. وكيف كتشوفوا راه حنا كنسهلوا الامور، يعني ما قادرش يخلص سي بوزون لي لا كونسلطاسيون بار باي بال، راه ممكن عن طريق حساب البنكي من اي دوله، عن طريق تحويل بثمن رمزي، ماشي شي ثمن رمزي، لانك تبقى دائما في طور بون مساعده، ولكن اون ميم طون باش مقابل الخدمه اللي كتلقاوها. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.